ان هم يعتمدوا على نفسهم. بدانا نعمل عمليه توعيه للاسر نفسها، الاسر تترفض الموضوع ده نهائي. ازاي انا انت معاك سنين فاخد فتيه انت عندك هنا في السياحه في البلد وسط السياح ويشتغل ويروح لوحده؟ فطبعا الموضوع كان يعني جامد بالرفض بالرفض. فطبعا انا ما قعدت معاهم قلت لهم لا يا جماعه الولد ان شاء الله ده كويس وعنده قدرات وهنقدر ان شاء الله يعني نعتمد على نفسه، لان هو كده كده احنا بنعد لسوق العمل انه يشتغل. لانه انت دلوقتي انت بتقول بعد ما يخلص المدرسه هرجع اجيب في البيت قال لا، قلت له طب هو عايز يدخل ايه؟ عايز بكره بعض، عايز يتجوز، عايز يفتح بيت، عايز يكون ليه مصدر. فاحنا لازم نخلي الاولاد بتوع دول يعتمدوا على نفسهم. فكانت الحمد لله الفكره الرائعه الفكره ناجحه. بدات خدت الاولاد دول بالفعل دربتهم عندي في المدرسه، اديناهم توعيه، اديناهم ازاي هتروح تشتغل، ازاي برضه قعدت مع الاسر عملنا كذا لقاء مع بعضنا. وبالفعل اتفقنا كانت الجمعيه هناك وصفت مع قطاع الفنادق هنا في الغردقه ان احنا جايبين لهم اولاد 10 من ال 10 سنين للكادر الفكريه بتاعت الاسيوط. فطبعا الناس هناك عشان تبقوا عارفين كانوا مرحبين بالموضوع جدا واعتبروها ان دي كانت فكره يعني زي ما بيقولوا اول مره ياخدوا الاولاد دول ويجيبوهم عندهم في قطاع السياحه ويشتغلوا جوه الفندق السياحي ويتعاملوا ازاي مع السياح ويتعاملوا مع الناس.